طيب هنبتدي مع حضراتكم كما عودناكم دائما باخبار النادي الاهلي، والحقيقه ان وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وجه الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ولكافه مؤسسات الدوله اللي اتحملت مسؤوليتها كالعاده، ونقدر نقول ان هي اتحملت فوق طاقتها الحقيقه من اجل اقامه المباراه النهائيه لدوري الابطال في مصر، وان تخرج هذه المباراه بالشكل الذي يعكس الصوره الحضاريه للبلاد. طبعا ده بيحصل بالرغم من كل الضغوطات اللي احاطت بها لفتره ليست بالقصيره. وجه كمان رئيس النادي الاهلي تحيه لرجال القوات المسلحه وللشرطه اللي بيتحملوا العبء الاكبر في كافه المناسبات من اجل امن وامان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي اقيمت على الاراضي المصريه خلال الفتره الماضيه. كمان هنا نقول خاص الكابتن محمود الخطيب بالتحيه بقى لفريقي الاهلي والزمالك اللي بذلوا جهد كبير جدا منذ انطلاق المسابقه حتى وصلوا للمباراه النهائيه لتضمن هنا مصر كاس البطوله. ايا كان بقى الفريق اللي فاز زي ما احنا كنا بنقول هو شيء اكيد يحسب بالايجاب للناديين الكبيرين المصريين. واشار الكابتن محمود الخطيب الى ضروره هنا الدعم المستمر لكل اواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومه الرياضيه، معلنا اكيد رفضه القاطع للإساءة لأي من هذه العناصر، سواء كان هنا بنتكلم عن لاعب أو عن مدرب أو عن مسؤول أيا كان كمان موقعه، خاصة نحن بنتكلم أن الرياضة دي وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد، فالفوز بالبطولة أو خسارتها لا تعني هنا نهاية العالم. أكيد لابد أن هي تكون دايما موجودة الروح الرياضية زي ما بنقول هي اللغة السائدة بين الجميع. كمان طالب رئيس النادي الأهلي كل الجماهير بانتماءاتها المختلفة بطي صفحة أي إساءات سابقة صدرت من البعض، ويجب أن نسمو فوقها، وبلادنا بتحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قيادتها للنهوض بها وأيضا لتحقيق كل الطموحات، بل ولابد وأن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة، لأنها أكبر بكثير من نتيجة أي مباراة أو الفوز بأي بطولة. وكمان وعلى سبيل الختام جدد الكابتن محمود الخطيب تهنئته لأعضاء ولكل جماهير النادي الأهلي، وأكد على تقديره الخاص والخالص لدعمهم ولمساندتهم للنادي طوال الفترات الماضية.